اسف ان انا اتاخرت على حضرتك شويه، كان عندنا ضيف من الامارات هو اللي اخرنا. يعني بنرحب بيك في النادي ونحب نسمع منك كتير ان شاء الله عن تاريخك وتاريخ الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد اني انا يعني اجد نفسي وسط هذا الجمع الكريم الاشرف لانني بتحدث اليه، وسعيد ايضا ان اتواجد في نادي عريق زي نادي سبورتنج، وانا لي ذكريات مع هذا النادي احب ابدا بها حديثي اليكم. مش عايز اقول امتى، لكن من زمان قوي. انا كنت طالب هنا في جامعه اسكندريه في اربعينيات القرن الماضي، وكنت اسكن في الشارع الذي هو بعد مستشفى الطلبه، كان زمان اسمها المستشفى الاسرائيلي. الشارع ده كان شارع اسمه شارع افرانيوس، معرفش افرانيوس ده لازم واحد يوناني أول واحد بنى في الشارع ده فسمي الشارع باسمه. المهم أنا كنت أسكن في شارع فلانيوس وأطل على نادي سبورتنج، وكان نفسي أقول عيني يا ريس إن أنا أخش نادي سبورتنج. إيه حاجة زي التابو المغلق كده، لأن كنت بشوف العربيات وهي تدخل من باب من هناك، عربيات كده فارهة وناس كده تحس إنهم ناس على إيه، وأنتم لازلتم كذلك أيضا اللهم صل على النبي. لكن كان عندي احساس شعور يا رب النادي ده جواه ايه؟ كل اللي بشوفه من النادي وانا بوصل بكون الخيل وهي بتجري يوم السبت او الاحد من كل اسبوع سبع الخيل. وكان يقطن الى جواري مدرب التنس في النادي، انا نسيت اسمه، هو وابنائه كانوا يدربون التنس. كان نفسي اقول لهم ما دخلوني النادي. بكره بعد لغايه ما خلصت الدراسه بتاعتي في كليه العلوم في اسكندريه ولم ادخل نادي سبورتي. دخلت بعد كده، لكن هذه المره وانا اتواجد بينكم احس انني يعني قد حققت ما كنت اصل اليه منذ اكثر من 70 سنه او 60 سنه. المهم انا عشت في اسكندريه سنوات جميلة فعلا. طالب جاي من أقصى الصعيد من قنا. الستات كانوا عندنا في قنا ما تشوفوش وشه وهي طالعة، هي طالعة في الشارع رايحة تزور أمها ولا تروح خريطها ولا وراها مشوار، مرتفعة بالبوردة بتاعتها ومحدش يشوف وشها. الست لما تحب تبص من البلكونة تبص من الحروب الصغيرة اللي موجودة في الشباك. لقيت نفسي من هنا الثانوية حدفة على مدينة اسمها الإسكندرية. شيء فوق الوصف. الكلام ده من 45 ل 49. إسكندرية في تلك الأيام، طبعاً ولا واحد فيكم يعرف الحاجات دي. إسكندرية في تلك الأيام كانت تبرع. حاجة بتبرع كده. شيء جميل جداً. كان في حوالي 600,000 500,000 لا تزيد عن ذلك. نصوب او قرخاويات. كانت الشوارع متلمعه. الاماكن لطيفه وهدوء، مفيش عربيات، مفيش ضوضاء، مفيش صخب. والناس بتتكلم بهدوء وبتتكلم برقه. دي كانت اسكندريه في تلك الايام. ما بعد الفرق بين ما كانت عليه اسكندريه ايام وانا طالب والاسكندريه الان. المهم انا جيت اسكندريه من مجتمع مغلق الى مجتمع مفتوح. وعشت في البنسيون اللي بقول لكم عليه هنا في الشارع ده 4 سنين مع مجموعه من الخواجات. كنت بتكلم جريدي شويه كده. كنت افهم هما بيقولوا ايه لكن ما اقدرش اجاريهم في اللغه. لكن عشت ال4 سنوات دول في اسكندريه حقيقه اخذتني هذه المدينه اخذا عميقا. لا
لدرجة إني صممت إني أنا لو تخرجت لابد أن أعيش في هذه المدينة. لكن لما شاء القدر إني أنا أعمل في الإذاعة المصرية، لم تكن هناك إلا إذاعة في القاهرة، ما في زي إذاعة اسكندرية، لا لم يكن هذا أمرا موجودا، فكان لزاما أن أعيش في القاهرة. كنت كل ما أجي عشان أعمل إذاعة خارجية ولا أسجل برنامج ولا حاجة بشكل ده، قبل ما أجي عند حجر النواتير حق دار أبو صلاحي وأنا بشم ريحة البحر دموعي بتنزل من عينيا عشقا وحبا في المدينة التي صحرتني وأخذت بتلابيبي وأنبابي. دخلت الإذاعة سنة 1950، وكان دخولي الإذاعة مجرد صدفة، لم يكن يدور في ذهني إطلاقا إني أنا أكون مذيع. آخر حاجة كنت أفكر فيها إني أنا أشتغل في الإذاعة. كان أهلي الناس عاوزين لي أبقى وكيميائي، وكانت وزارة الوقت سنة 50، وإحنا ناس وقتيين ودينا نواب وشيوخ قرايب وعمال. بكرة بعد طلب من قبل الوزير كان عبد الفتاح رشيد طويل الإسكندراني، كان هو وزير العادي. لما قبل الوزير بكرة بعد وبعده لقيت ما في واحد صاحبي زي عبد القادر كده، قال لي في امتحان في الإذاعة، ما تقدم ويعني إذا اشتغلت في الإذاعة وجدتك وزير وكيل النيابة يبقى سيب استقيل وروح النيابة، نبدأ أنت قاعد كده في القاهرة بدون عمل. المهم سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأمور، هو الذي يرتب الأرزاق والمواقع للناس. كتبنا الطلب وبعتها للإذاعة بعد يومين لقيت في جواب جايني، قال تعالى امتحن. ورحت الامتحان لقيت في أكثر من 100 بنت على ولد مستنيين دورهم عشان يخشوا الامتحان. أنا دخلت الامتحان زي ما تقول كده غلاوة، يعني مش فارقة معايا أنجح أسقط، لا ده ما يهمنيش، أنا مستني وكيل النيابة. فوجئت بعد ما امتحنوني أساتذة عظام، امتحنوني في اللغة وفي القراءة وفي الإلقاء وفي الشعر وفي الأدب وفي التاريخ. يعني مثلا لمعلوماتكم كان من ضمن الممتحنين الدكتور عبد المنعم أبو بكر أستاذ التاريخ الفرعون القديم، عشان يسألك ويقول لك تعرف ايه عن خوف ولا عن خفرع ولا عن الهرم الاكبر، يعني معلومات عامه. وهم بيتداووا على الاسماء اللي تيجي بكره، لقيت اسمي من بينهم، تعالوا بكره، تعالوا بعد، تعالوا بعد بعد. قعدنا حوالي اسبوع صفوا ال 120 ولا ال 100 اللي قلت لكم عليهم دول الا 8، وفوجئت ان انا واحد منهم. يا نهار ابيض. سببت العمل في الإذاعة. أنا طبعاً استلم العمل في الإذاعة على أساس أني أنا أقف أمام الميكروفون وأقول هنا القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله، سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن نشر الأخبار الأغنية الفلانية، المتحدث الفلاني، الضيف الفلاني. لا، قالوا لي أنت مذيع يعني مؤجل. ليه؟ أنا جبت كلمة صعيدي، يعني انا عم تقول جيم وقلنا ورحنا وجينا والكلام ده، لا اتكلم مصر يا جماعه. المهم قعدت سنه وشهرين وانا اقلب لغه الصعيديه الى لغه القاهريه، وقد كان ابتديت اعمل في الاذاعه كمذيع. طب احتجت وكيل النيابه راحت فيه؟ لا انا نسيتها بقى. ليه؟ انا دخلت الاذاعه لقيت عالم اخر، دنيا تانية. وانت ماشية في الطرق تلاقي عباس العقاد، فريدة وحديد، محمد عوض محمد، طه حسين بين حين واخر. تمشي في الاستوديو ده تلاقي يوسف وهبي، امينة رزق، جورج ابيض، انور وجدي جايين يمثلوا في الاذاعة. تمشي في طرق تانية تلاقي محمد عبد الوهاب، تلاقي رياض الصنباطي، وتلاقي فريد الاطرش، وتلاقي فريق غني، وتلاقي ليلى مراد. جو تاني مختلف عمل لي قلبه في دماغي زي الجو القلبه اللي حصلت لما جيت قلت لك ايه؟
في اسكندريه. قلت والله ما يعملوا لي مستشار في الدائره. ماذا سيدي الاذاعه؟ ربك سبحانه وتعالى زي ما بقول برضه بيقسم الرزق يرسم الخطوات للإنسان. والله وأنا أقف بين أيديكم الآن ما كان يدور في ذهني يوم من الأيام إني أنا أصل من سلم الإذاعة إلى أن أكون رئيس الإذاعة، عمرها ما خطرت في دماغي، عمرها ولا جت دخل ولا حتى حاولت إني أنا يعني مثلا أسعى إني أنا لا لا لا، هي جت كده ربنا أراد سبحانه وتعالى. اشتغلت في الإذاعة وفي محطات معينة، مش عايز أطول عليكم، في محطات معينة في الإذاعة رسمت أيضا يعني منحى حياتي. المحطة الأولى كانت يوم 23 يوليو سنة 1952 حسب جدول المذيعين بيرتبونها. الإذاعة المصرية ما كانتش زي دلوقتي تسيع 24 ساعة، لا لا لا، كانت ليها أربع فترات يبدأ فيها الإرسال. فترة الصباح من 6:30 إلى 8 تقف الإذاعة. فترة الضحى من 10 إلى 11 تقف الإذاعة. فترة ما بعد الظهيرة من 2 إلى 3:15. فترة المساء والسهرة تبدأ من 5 لغاية ما نقدر نشرة 11 وثلث ونقفل. دخلت كل ساعات الإذاعة لا تزيد عن 11 أو 12 ساعة. إلا لما تكون الكرسوم بتغني ولا في حفلة غنائية ولا حاجة يرتد الإرسال إلى ما بعد منتصف الليل. حسب جدول المذيعين أنا كنت كل يوم أربع منوط بيا تقديم فترة الصباح من البرامج التي تبدأ الساعة 6:30. من حظي أنا بعتبر إني أنا محظوظ من بين أبناء جيلي المذيعين في تلك الأيام أن قامت الثورة يوم أربع. والأربع ده كان وافد 23 يوليو سنة 1950. يعني أنا بالصدفة البحتة كنت الإعلام الوحيد أو المذيع الوحيد، أنا بقول كده، الذي شهد فقر الثورة، اللي شاف الثورة وهي بتقوم. ما ظنيش إن كان فيه صحفي يمكن ما أعرفش مين، لكن أنا بقول إني أنا من بين أبناء جيلي اللي في سني اللي في مستواي اللي شاف الثورة يوم 3 شفتها ازاي بقى؟ وصلت 14 الشريفين حيث مبنى الاذاعه في الداون تاون زي ما بيقولوا في وسط المدينه. لقيت المنظر مختلف عن ما تركته في الامس. في حريق القاهره سنه في 26 يناير 52 كانت الاذاعه تحرسها عساكر من يقول لك نظام من اللي هو الامن الامن المركزي دلوقتي. اما جيت الصبح لقيت المنظر مختلف. الجيش يحيط بالمنطقه كلها. عربيات مصبحه في مدارس الامام باشا، عربيات مصبحه في مدخل 14 الشريفين عند التقاء شارع صبرا وعلم المؤمنين، كل يعرف القاهره وجغرافيتها يعرف الحكايه. وممنوع الدخول الى استديوهات الاذاعه والى مبنى الاذاعه، محدش يخش. انا طبعا تقدمت وعرفتهم بنفسي. الضابط المنوب خدني من ايدي ونتفضل وخرجنا ودخلنا الى استديوهات الاذاعه. في الاستراحه بتاعت المذيعين كان هناك مجموعه من الضباط سهرانين وعليهم حمرة من قلة النوم. وسطهم شاب أصبر عرفته على الفور، قال لي الباشي أنور السادات. ليه أنا عرفته على الفور؟ وإحنا طلبوا كنا بنطلع في المظاهرات ونقول يسقط الإنجليز والاستقلال التام أو الموت الزهام والمظاهرات اللي كنا بنعملها. كان في تلك الأحيان هذا الشاب له صولات وجولات في عالم الوطنية، بدءا من اتهامه مع الجاسوس الالماني في عوامه الراقصه حكمه فهمي الى اتهامه في مسرح ابن عثمان الى هروبه من المعتقلات والكم فيها الى مجيئه للكيك.
كان ليه حدوته كده، فكان صوره تم مجلات والجرايد ومعلومات كثيرة عنه كنا كان نعرفها يعني، كنا بنعرفها عرفت على القول ده أمر سنة. حتى من وقفته في القفص وهو بيحاكم معايا عن قضية أمر سنة. تقدمت سلمت عليه الراجل بابتسامة ودودة لطيفة، رحب بي وقعد لي جنبه وقال لي احنا النهارده عذرنا في مجموعة من البيانات ستدخل على البرنامج بتاعك. الموقف طبعا يا جماعه ما كانش يستدعي ان اقول بيانات ايه؟ طب استنى انا بكلم رؤسائي، لا 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 منظر كده يعني كنت اكون صعيدي قوي لو قلت له ايه الحكايه. حاضر، لم يكن امامي الا اني انا استجيب للموقف بدون مناقشه، اناقش اقول ايه؟ عساكر والسلطات والدنيا والسلاح على الكتاب والكتاب. وبعدين انا جاني احساس ان هذا الرجل ما جاء الى هذا المكان لكي يذيع بيانات الا ليكون رساله لنا نحن شباب تلك الايام اللي كنا بنطلع في مظاهرات، انه لو كان بيجيش في صدورنا وقلوبنا انا جاي عشان احقق، ده الاحساس اللي جاني انه الراجل ده جاي علشان نتخلص من الاستعمار، علشان في ثوره، والثوره دي من مبادئها انها طبعا لابد تتخلص من الاستعمار. مش عايز اطول برضه، دخلنا على الاستوديو وكان الارسال يبدا الساعه 6:30. يا دوب انا بفتح الاذاعه فبقول الاذاعه المصريه تقدم لكم فتره الصباح من البرامج في يوم كذا كذا كذا، لقيت المهندسين في غرفه المراقبه بيبلغوني عبر السماعات اللي انا لابسها ان ارسال الاذاعه قطع من ابو زعبل. ابو زعبل دي فيها صواري الارسال، البرنامج يخرج من الاستديوهات عبر خطوط تليفونيه الى ان يصل الى محطه الارسال في ابو زعبل. حتى الرسالة أبو زعبل تاخذ الكلام ده تعمله كده في الهواء، الراديو هيبطل تاخذ. فقلت له يا فندم الإرسال قطع من أبو زعبل. المهم مش عايز أطول، استمر الحال والإرسال مقطوع إلى أن عاد في الساعة 7:30 إلا 5 دقائق. استتبت الأمر، بعتوا كتيبة استولت على أبو زعبل وخلوا المهندسين يشغلوا الإرسال مرة ثانية. وشاء القدر أن يكون مآل الثورة هو النجاح من خلال إذاعة البيان كخبر أول في نشرة أخبار الساعة 7:30 صباحا. أعلنت ساعة جامعة فؤاد الأول، ما كانش بقى إذاعة جامعة القاهرة، أعلنت ساعة جامعة فؤاد الأول الساعة 6:30 من صباح يوم الأربعاء كذا 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 كذا. إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها ببيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يلقيه مندوب القيادة. وخرج صوت أنور السادات يعلن أول بيان للثورة في تلك اللحظات. استمر البيان يزعج الضباط ويقول له احنا كمسيحيين نقرا البيان بعد ما مشيت، بعد ما مشي يعني انا ماشي. قال لي لا انتم كاذاعه وكمسيحيين ما لكمش دعوه بالحكايه دي خالص، احنا عايزين نبعدكم عنها، احنا المسؤولين والضباط هم اللي يقروا البيانات. حتى لا تحمس يعني حاجه وحتى اقول لك احمد احنا زودنا ايه؟ المهم عقب انتهاء الفتره الساعه 8 انا نزلت من مبنى الاستديوهات رايح لمكتبي. على مدى ال 30 40 متر ما بين الاستوديوهات وبين المكتب احسست ان الثوره قد نجح من التفاف الجماهير بعد ما سمعوا البيانات حول ضباط وعساكر القوات المسلحه اللي وقفوا في المنطقه. بتوع الاهاوي يجيبوا لهم شاي وقهوه، بتوع الفول والطعميه يجيبوا لهم سندوتشات، الناس ملفوفه عليهم، يحيي الثوره تحيا الثوره، يعيش يعيش محمد نجيب، يعيش مش عارف ايه. يعني انا اشهد ان الثوره منذ ان اذيع البيان
في أول مشهد الأخبار كانت قد كتب لها النجاح. والدليل على ذلك يوم 25 كنا بنزيح صلاة الجمعة، وأنا كنت من حظي أيضا إني أنا أزيح صلاة الجمعة. في الخطبة الثانية كان الخطيب لما يعرف يدعي للملك، اللهم احفظ الملك، كانت كده أيام ملكية. كان الخطبة الأولانية يقول فيها الخطيب اللي هو عايز يقوله، يقول لنا على الدين والصلاة والزكاة وما إلى ذلك. في الخطبة الثانية يقول كلمتين وبعدين يدعو إلى، من ضمن الحاجات اللي كان بيقولها الملك مش عارف إيه. الجماهير اللي موجودة في الجامع والميكروفون مفتوح، لا مفيش ملك، يعيش محمد نجيب، يعيش، وانقلب المسجد إلى لا. إلى هتافات للثورة وإلى محمد نجيب. ونجحت الثورة وتغير الحال ورحل الإنجليز وتحررت دول كثيرة وأقطار عديدة كانت ترزح تحت الاستعمار. ثورة 23 يوليو هي التي حققت تلك البلدان الفوران الذي أدى إلى أن يضع الاستعمار عصاه على كاهله ويرحل من كل هذه المناطق. يعني دي جزء من ذكريات أنا حبيت أقولها وأسردها أمام مسامعكم في هذه السهرة الجميلة التي يعني أسعد فيها بلقائكم ولقاء السيد رئيس النادي. وفي ذكريات كثيرة أوي، لكن أنا مش أطيل عليكم أكثر من كده. وإذا كان هناك من أسئلة تحبون أن توجهوها سواء فيما يتعلق بتاريخ الثورة أو فيما يتعلق بالإذاعة المصرية أو فيما يتعلق بالإعلام حاليا، ربنا عذرني وأستطيع قوادر إني أنا أجاوب على أسئلة. شكرا لكم. سواء هي وهي في المطبخ او هي بتشغل الغساله
وهي حتى بتربي ولادها الراديو معاها. هي وسيلة سهلة، ووسيلة لا تحتاج إلى مزيد من إنك أنت يعني تتحفز من أجل أن تراها ومن أجل أن تسمعها. صورة تدوس عليه تسمع على طول. ثم الراديو أيضا يا سيادة الرئيس هو الوسيلة الأولى لنقل الخبر، والإعلام خبر. الإعلام ده كله اللي احنا بنتكلم عليه ممكن أستاذنا محمد شاكر وأستاذنا عبد القادر يوافقوني على هذا الرأي، الإعلام خبر. بعد كده تحول الخبر تعمل له مش عارف تستشهد ببعض الآراء عشان يفسره لك، لكن الإعلام خبر. الخبر ده لو حصل في أقصى المعمورة أول وسيلة إعلامية تذيعه الراديو، لأنه لو التلفزيون زاع الخبر ده دون أن يكون مصحوبا بالصورة أصبح التلفزيون والراديو وسيلة واحدة. لسهولة الراديو ولتنوع ما يقدمه من أخبار ومن موسيقى ومن أغاني ومن أحاديث وقرآن وقراءات وهو إلى آخره، أصبح الراديو شيئا لازما في حياتنا. ويمكن كلنا نتذكر زمان كان الراديو ده يتحط على مكان مرتفع كده بعيدا عن أيدي الأطفال، نص تلاقي فيه ايه عليه مفرش كده مطرز من هنا وراديو وكوباية كده فيها مية ووردة من هنا، يعني كان شيء كده الواحد يضربه تعظيم سلام في البيت. ناهيك عن أن الراديو في تلك الحقب والسنين كان هو الجامع الذي يحتشد فيه العالم العربي كله من مغربه إلى مشرقه. من عالم سيادة كلاي لأم كلثوم، وإزاي كان العالم العربي كله يترقب أم كلثوم وهي بتغني، لأن هنا وسيلة استماع أسهل من وسيلة استماع والمشاهدة. أنت بتستعمل في التلفزيون وسيلتين، تستمع وتشاهد. أنت في الراديو بتستمع وهو قريب منك في جيبك، تدوس جهاز إذا تدوس عليه كده يسمعك. زي ما قلت لك التلفزيون لازم تقعد قدامه، لازم تستعد له. من أجل هذا وللتنوع في البرامج والمحطات العديدة وللشبكات الإذاعية المتعددة المتخصصة، دي رياضة، دي مزيكا، دي أغاني، دي أخبار، دي منوعات، كل هذا جعل الراديو القدرة على أن يعيش وينافس وسائط إعلامية عديدة. يعني تمسكوا الناس دلوقتي تتكلم مع مجموعة من الناس المصور بس بتاعه يبص فيها، يا رب يبص بيقول ايه؟ بيقول ايه بكلمة؟ هكذا حتى أصبحت هذه الوسيلة من أدوات ابتعاد العائلة عن بعضها. توصل تلاقي 5 6 الأب والأبناء والأم قاعدين ما بيتكلموش، كل واحد ماسك بتاعه قدامه. الراديو ده بيجمع على جنب بينه. هذا هو شأن الراديو الذي نرجو له أن يستعيد الريادة مرة ثانية ويصبح كما كان وسيلة الإعلام التي يلتف من حولها الجميع. يعني هل المذيع أو بيبقى في الراديو يعني أسهل من الإذاعة في التلفزيون بالنسبة للمذيع، ولا الإذاعة أصعب؟ شوف مذيع التلفزيون يجب أن يتحلى بميزات معينة، بمعنى أنا ما أحبش أشوف إلا الوضع الجميل بشكل الشيك. أنا بقول حتى للمسؤولين في التلفزيون دلوقتي، كان زمان التلفزيون اللي فتح كنت تبص تلاقي إيه؟ وجوه جميلة بتقدم لك نشرة الأخبار وبتقدم لك البرامج، إيش يسمي لك كلام الله يرحمها، هبة مصطفى الله يرحمها، أمني ناشد، مش عارف، مجموعة من
ليلى رستم كان شيء جميل انك تتفرج عليه. التلفزيون يحتاج اول ما يحتاج الى الشكل الحسن. ممكن تجيب ناس شكلها حسن، ده اللي بقوله لك. طب انتقوا من بين البنات العديدات اللي موجودين في قطاعات التعليم. ليه؟ الكلام ده انا بوجهه يا سياده الرئيس للمسؤولين في التلفزيون عندنا. بقول لهم المذيعين والمذيعات اللي حتى اللي بيقروا نشر الاخبار واللي بيقدموا البرامج، ما هو سهل في هذا القول التخينه اللي مش عارف ايه، لا، عشان تجذب المشاهد لابد وان تقدم له الوجه الجميل. اعمل اختبار ومن بين الفتيات والفتيان في المبنى اللي فيه 40,000 ده لابد هتلاقي لك 10 15 ولد على بنت شكلهم حلو. قد يكون بعض المقومات غير متوفره عندهم، اللغه، الاداء، تقطيع الكلمات، يتعلموا دي، لكن الجمال مش هتعلمه لهم. لا ده ربنا، ده شيء بقى موجود. عشان كده انا بقول ان مذيع التلفزيون له مزيد، لكن مذيع الراديو لابد وان يكون متحدي بامور اخرى عديده. ليس بالضروره ان يكون يعني وسيم الشكل او انا، لكن مذيع الراديو اذا لم يكن على درايه تامه باللغه العربيه وبمخارج الارض وسلامه مخارج الالفاظ ومن اداء الحسن والصوت الحسن، يبقى انت مش هتقدر تسمع. يمكن مذيع التلفزيون لو شافه حلو وصوته يعني نص نص هتتقبله، لكن مذيع الراديو لابد ان تكون له ميزات من اهمها ان يكون سليم الصوت مخارج الارض. ما فيش اخ يعني ما فيش قارئ نشره عنده الاخ دي مثلا، لا، لابد ان تكون الفاظه سليمه وكلماته وحروفه ايضا سليمه والنطق بتاعه سليم. فمن هنا يجب ان يكون مذيع الراديو يعني كان زمان ايه؟ شوف انا اقول لسيادتك حاجه، كان زمان لينا عندنا استاذ رحمه الله عليه والذي اسس اذاعه الاسكندريه استاذ حافظ عبد الوهاب، كان كبير المذيعين وكان يتميز بخفه الظل والكلام الحلو. كان يقول لي لازم وانت مذيع تحسس المستمع انك على سنة عشرة. ازاي يا استاذ؟ لازم يحس المستمع انك داخل الاستوديو. كنا زمان على فكره واحنا في البدايه نخش الاستوديو بالطربوش والكرافات والبدله، مفيش كلام زي انا لا. انك انت متلمع، اولا شعرك دقنك محلوقه، بدلتك مكويه، الكرافات يعني متناسبه مع البدله، شعرك مش عارف ايه، ما تخليش المستمع يحس بشرارك مدلدل. يا استاذ ده انا في حجره مغلقه محدش يجي يقول لي من قراءتك للنشره ومن ادائك يحس المستمع انك انت على سنه عشره. لازم يكون اداء، ما تبقاش نايم، ما تبقاش نعسان وانت بتقول النشره، ما تبقاش خامل وانت بتقدم اغنيه، لا، صحصح. هذا النشاط وهذه الصحصحه تعطي فكره للمستمع انك انت مذيع انيق. فخليك انيق خاصه في ادائك وفي عطائك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شرف عظيم لي اقدره قدر حقيقي ان اقف بين حضراتكم وفي مقدمه حضراتكم ابن الاسكندريه وسليل الاسره البدوي الشهيره سيد رئيس النادي المهندس عبد الحميد بدوي، ويضاعف من هذا الشرف العظيم أن أحظى وأتحدث في لقاء القمة، قمة العمل الإذاعي الأسطوري. يعني أنا أعتبر الأستاذ فهمي عمر أسطورة الإذاعة في مصر والعالم العربي. لذلك
هذا اللقاء حرض رموز القلم من زملائي الأعزاء أستاذ عبد القادر إبراهيم مدير الأهرام محمد الكيلاني والأستاذ طارق إسماعيل. هذه الرموز التي جاءت مع حضراتكم ومعكم شيخ المهندسين الأستاذ الدكتور حسن البحر درويش سليل أسرة فنية طبعا لها تاريخ، وطبعا خالد الذكر يعني محدش يقدر يقول هرم الموسيقى في مصر برضه والعالم العربي. أنا مش هطول كثيرا بس أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة. أستاذ فهمي عمر ليس فقط مجرد شاهد على ميلاد ثورة 23 يوليو، دي مرحلة في حياته خلصت وهو يعني حرمنا من حاجات بقى جميلة. إذ ما اتكلمناش مثلا عن علاقته مع عبد الحليم حافظ إيه؟ ما لسه الأول بقى، لأن أول العلاقة اللي هي أصل عبد الحليم حافظ دي خصوصية غير الست، الست دي لوحدها، دي الست دي كان بيجري وراها دولة. احنا بنتكلم على اللي كان لسه ضعيف، يعني مثلا هو مكتشف ثلاثة من أعضاء النادي هنا. يعني هو أول ما عرفت بيه امتى سنة 63 لما كلمني، شاف أرى صحفي متحرك، أرى خبر عن إن في ثلاثة طلبة من كلية الحقوق جامعة اسكندرية حصل واحد خد درجة امتياز واثنين خدوا درجة جيد جدا. دي حاجة كان حدث في كلية الحقوق جامعة اسكندرية. كلمني الثلاثة الطلبة دول جبناهم له، كانوا بتطلع مين فيهم؟ واحد الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب الذي أصبح في ذلك أستاذ القانون العام. أنا بتكلم بترتيب الامتياز يعني زي تقدير التقدير ماليش دعوة بقى بالحاجات التانية. الثاني كان الدكتور محمد زكي أبو عامر، الثلاثة دول أعضاء في النادي. الثالث كان الدكتور سعيد التختار وعمل معاهم الحديث في عندنا في حاجه اسمها مجله الهواء. مجله الهواء دي لوحدها تصلح لسان الدكتور ساعه لقلبك. هو مكتشف نجوم كل نجوم العصر. يعني الاستاذ عمر مدرسه موسوعيه ثقافيه قدمت. اما بقى بدايه الرياضه فهو صاحب الفضل الاول في ان ترتقي الرياضة من مجرد مدرس ألعاب إلى بالمعهد كان معهد حاجة كده صغيرة كده، وبعدين بقى معهد عالي، ثم أصبحت الآن كلية، وبعدين أصبح بيحترق دكتوراه وأصبح أكاديمية ومؤسسات علمية. حقيقة الأستاذ فهمي عمر له الفضل في اكتشاف ما هو النقد الرياضي على أساس علمي. ما هو النقد الرياضي كان الخمس دقائق اللي كانت بتعطل فيهم الحياة في مصر في انتظار التعليق على الدوري العام. مش عايز اتكلم كتير في هذا الموضوع، لكن يعني ارجو ان تتاح لنا انها يدينا شوية تعريفات عن ذكريات في هذا الموضوع. شكرا شكرا. يعني هو برضه من بين المحطات الاذاعيه اللي انا يعني اقف امامها في تقديم البرامج. انا مذيع، كان بابا شارو الله يرحمه لنا الاذاعي هو الذي يدخل المطبخ ويقدم وجبه غذائيه وجبه اذاعيه للمستمع. الوجبه دي عباره انك انت تقدم برنامج، انما انت كونك تقول مذيع تقرا نشر الاخبار سو يعني انت عملت ايه؟ لا، فنن ومخخ كده وقدم للمستمع برامج اذاعيه لما يسمعها يعني يبقى سعيد ومبسوط. يعني افاء علينا المولى من فضله ان احنا يعني نقدم مجموعه من البرامج الاذاعه المصريه. بدايه ببرنامج كان اسمه مجله الهواء. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة يصدرها فهمي عمر. الفكرة أرهص بها الكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس. قال أنا بطلع مجلة مقروءة. لما تعمل في الإذاعة مجلة مسموعة.
فيها صورة غلاف وفيها مقدمة وفيها موضوعات وريبورتاجات ولقاءات وإلى آخره. وفعلا يعني قدمت هذا البرنامج وظل هذا البرنامج على مدى 30 سنة وأنا بقدم من 54 ل 82 وأنا أقدم هذا البرنامج. وبرنامج ده كان ليه خبطات صحفية أتكلم عنها، يعني مثلا أم كلثوم ما كانش حد يعمل معها حوار مزاح، يعني ما كانش حد يقدمها يعني عشان تتكلم في المزاح، يعني هي تغني لكن ما كانش حد يعني يعمل معها حوار كده بتاع. أنا أزعم إنه مجلة الهوا كانت أول برنامج إذاعي يرتقي بأم كلثوم، كانت سافرت تعمل عمرة. فأنا الفكرة يعني خطرت في ذهني الله تم انا عايز يعني اخلي الناس تسمع خواطر ام كلثوم عقب طوافها بالحرمين تقول ايه، وقد كان زي ما قال مثلا استاذ شاكر. انا في يوم قريت له خبر انه في ثلاثه طلبه من كليه الحقوق، واحد فيهم اول الاوائل اللي هو احمد رفعت، ده أول الأوائل، طلع الأول على كان في أيامها أربع كليات حقوق بس في مصر، اسكندرية والقاهرة وعين شمس وأسيوط، ما كانش في غير الكليات دي، كان أنت 63 الله، ده في واحد طلع الأول على كل الكليات، يعني خد مجموعة وما حدش حصله في أي كلية تانية. ما كنتش أعرف محمد شاكر لكن كلمته، أستاذ شاكر النبي قال لي تعالى وأنا أجيبهم لك. وهوز ذاك التاريخ نشأت علاقة حميمية بيني وبين الأستاذ شاكر ربنا يديله الصحة، خاصة أنني كنت زميلا لرفيقة دربح المرحومة وداد شلبي رحمة الله عليها ونحن أعضاء في مجلس الشعب. يعني محطات إذاعية كثيرة من ضمن الحاجات اللي أنا أحب أحكيها لكم برضه، أنا كنت المذيع الذي عهد إليه أن يسافر بورسعيد عقب العدوان الثلاثي سنة 56، أخش مدينة بورسعيد علشان أشوف الحياة بعد ما كناش نعرف حاجة عن بورسعيد أبدا، كان الإنجليز مسكينة وكان الاستعمار يعني الإنجليز كانوا حاطين إيدهم ما كانش حد يخش ويطلع إلا الفدائيين. فأنا تسافر وتعمل برنامج إذاعي يومي عن الحياة في بورسعيد بعد أن خرج منها وحددونا ان احنا ما نخشش حسب قرارات الامم المتحده ما نخشش بورسعيد الا عقب اخر ضوء يوم 23 ديسمبر 1956. سافرت انا بالسياره ومعايا جهاز التسجيل ومعايا المهندس بتاع التسجيلات ومعايا العامل اللي يحرس الاجهزه والسواق، واحنا على كبر الرسوه الساعه 4 كده قبل كان فاضل على غياب الشمس ساعه كده. قلت الله طب انا اخش بورسعيد ازاي دلوقتي؟ يا ربي هنأكل فين؟ وهنأكل فين؟ مش عرفني يا ترى بورسعيد فيها؟ المهم الحاجات دي خطرت في ذهني. لا يا دكتور زي ما بقول لك كده الهم سبحانه وتعالى بايد قول جيش، قول عربيات من الجيش كانت هتخش معانا. قلت انا يعني انا خلاصي من الحكايه دي مع الناس دول. سالت عسكري يا ابني في قلبي القائد بتاعنا الاول عربيه جيب. رحت السلام عليكم انا سلام قلت يا فندم انا عرفت بنفسي موضوع كذا وكذا وكذا وانا خايف معاه انا مش علي انا على الثلاثه اللي معايا دول نعيش ازاي؟ والله ما انا عارف انا نعيش ازاي معاه. قال لي تستطيع ان تتحملوا معيشه الجنديه؟ قلت له اتحمل بس طيب اتبعني من هو هذا القائد في تلك الايام؟ المقدم احمد اسماعيل علي الذي اصبح سنه 72 القائد الذي انتصر في حرب 73. دي من ضمن الحاجات اللي انا عشت معاه 10 ايام بورسعيد. الراجل عمل لي خيمه فيها اربع سراير و تعملها كده يعني حاجه كده اللي هي تواليت النقال اللي كانوا بيعملوها علشان يعني عشت معاها 10 ايام
وانا اقدم كل يوم صوره صوتيه عن الحياه في بورسعيد، الاسكان، التعليم، الصحه، المواصلات، النور، الكهرباء، الميه، يا 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 وهكذا. دي برضه من ضمن ايه؟ الذكريات. ضمن الذكريات ايضا سنه 67 لم اكن في القاهره في تلك الايام، كنت مصاحبا للمنتخب القومي في مباراه له امام المنتخب الاوغندي. سافرنا يوم 31 مايو 67، وصلنا كمبالا في نفس اليوم، اتمرن الفريق وهذا. اقيمت المباراه يوم 4 يونيو بعد ما وصلنا بثلاث ايام. رحمة الله عليه محمود باكر هو الذي أحرز هدف الفوز في تلك المباراة. تاني يوم الصبح واحنا بنتجول في شوارع العاصمة كمبالا، قالوا لنا ده الحرب قامت. يا نهار أبيض، نرجع ازاي؟ نروح فين ونيجي منين؟ كان معانا الكابتن لطيف رحمة الله عليه، وكان قمة في الإدارة، قمة في الإدارة زي ما كان قمة في التعليق وفي الحراك الرياضي، ايضا كان قمة في الإدارة. قال الهدف الأول لنا أن نسعى إلى أن نذهب إلى أي أقرب بلد عربي. ما فيش حد هيطيقنا هنا، ناس ولا هتطيقنا، ولا ري هيطيقنا، مش عرفنا الحرب هتنتهي إمتى. يبقى ما فيش حد ياخدنا ويبقى صدره حنين علينا إلا إحنا نقف في بلد عربي. من حسن الصدر إنه كانت في طيارة في نفس اليوم هتقوم من كمبالة المحطة الثانية ليها الخرطوم، إنه بس هو الخرطوم. ربنا أكرمنا ورحنا قعدنا ووصلنا الخرطوم يوم 5 يونيو بالليل. وكانت الرحلة بقى من الخرطوم إلى القاهرة قعدنا 7 أيام في القطر في المركب في معاينة ناصر إلى أن وصلنا إلى أسوان يوم 12 يونيو. اللعيبه والاداريين والصحفيين وواحد اخر الى اخره. دي ايضا من الذكريات برضه بتاعت الاذاعه. البرامج بقى ساعه قلبك. حقيقه كان يقدم هذا البرنامج استاذ لنا رحمه الله عليه اسمه الاستاذ احمد طاهر. كان بيعمل في البي بي سي. ولما النحاس باشا لغى المعاهده الطيور المهاجره اللي كانت في اشتغل جاه، فجاء هو مجموعه من ابناء مصر كانوا يعملونها في البي بي سي، وجاه وجاب معاه بعض البرامج الجماهيريه اللي لمعت من خلال ميكروفون الاذاعه. جرب حصل برنامج شهير جدا، معرفش حد فيكم تفتكروا ولا لا. سأل قلبك على الناصيه، كل هذه البرامج قدمها الاستاذ احمد طاهر. ظل يقدمها 52 و53 وجزء من 54. الراجل بتاعي كان هو اللي يقدم البرامج كلها لوحده. فقالوا لا، هو يبقى مدير الاداره بتاعت المنوعات والمذيعين ايه؟ ياخذوا ايه البرامج بتاعته. انا مكمل، قالوا لي انت تاخذ ساعه الاستاذ طاهر ابو زيد، قالوا لي تاخذ جرب حصل. اما الثاني قالوا لي تاخذ النصر. الأول إسماعيل عبد المجيد ابتسامة. المهم أنا لما أخذت البرنامج ساعة قلبك كان في اثنين بس من الفكاهيين، كان سلطان الكسار وحسين الفار وواحد اسمه أحمد الحداد. طب أنا لو استمريت بالدولة يبقى أنا ما عملتش حاجة. قلت لابد من وجوه جديدة تدخل هذا البرنامج. نعمل إيه؟ تلميت على مجموعة من شباب الجامعة كنت أعرفه، كان ليهم دور في حفلات السمر الجامعية وفرق الجوالة والكشافة والحاجات دي. تجولت بين هذه التجمعات، استطعت إني أنا ألاقي أبو لمحة، عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم إبراهيم، خيري احمد، يوسف عوف،
ابو لمعه، الخواجه راتب، الخواجه بيجو، مجموعه النجوم، فؤاد المهندس، مجموعه النجوم دول عملنا معاهم هذا البرنامج الذي استمر 10 سنوات يقدم الطرفه الجميله والنكته الحلوه للناس. انا يعني لا ابالغ يا جماعه، ما اشكرش في نفسي. كان ساعه الاربع دي الناس تستنى الميعاد بتاعها، يعني انا في يوم وصلت الجمعه في جامع شرق جنب الاذاعه، كان توقيت الصيف، وكانت بتذاع الساعه 1:30، وكان الظهر يبقى على الساعه 1 في الوقت ده، مش 12 زي دلوقتي. يا دوب قلنا السلام عليكم سيدي احمد جمال، الحروب اتسعد لها بقى وطور يعني. دي كانت البرامج الاذاعيه حقيقه، كان احنا كنا جرب حصل وساعة لما كنا بنسجله في مسرح الريحاني علشان الناس اللي عايزه تتفرج وتيجي، بعد ان ضاق بها استديوهات الاذاعه. والله والله كنا بنجيب بوليس النجده علشان ينظم دخول الناس اللي عايزه تتفرج على هذه البرامج، لدرجه انه بديع خيري رحمه الله عليه صاحب مسرح الريحاني بعد 6 أشهر من العقد، كان العقد لمده سنه بينه، لغى العقد وقال مش عايز بيت فلوس، وانا اللي انتوا عايزينه بس الجمهور ده خسر المسرح من كسر المسرح. الصاله كانت بتتسع لحوالي 250 ولا حاجه مش كده، كان بيخش فيها 500 600 سنه برامج الحاجة. وبعدين الاذاعه في تلك الايام كانت بتقدم برامج جماهيريه عديده، ولذلك انا بلوم ابناء الاذاعه دلوقتي انهم ما بيقدموش البرامج دي. يعني برنامج اوائل الطلبه، هذا البرنامج اللي كان بيستضيف نوابغ التلاميذ في المدارس عشان يتنافسوا مع بعض، ومين فيهم يطلع الاول في هذا البرنامج بياخد جائزه صغيره كده. كان هذا البرنامج مسموع الى درجه شديده، اولياء الامور كلهم بتوع الطلبه كانوا بيسمعوا البرنامج ده عشان يقولوا لاولادهم شوفوا الذكاء بتاع الاولاد، شوفوا الاسئله اللي بيجيبوا عليها، شوفوا. كان هذا البرنامج يخلي الاولاد، يحمس الاولاد انهم يتفوقوا في الفصل علشان المدرسين يرشحوهم يجوا في برنامج اوائل الطلبه. كل القمم الموجوده اللي كانت موجوده في سنة كانت من خريج هذا البرنامج اللي هو يعني كان اوائل الطلبه. انا بقول لاولادي في الاذاعه دلوقتي ما تعيدوا البرنامج، توقف ليه هذا البرنامج؟ لماذا توقف؟ برنامج كان اسمه الهواه، مدته كانت حوالي 45 دقيقه في الخمسينات والستينات. ياما الهواة ده كان اللي غاوي مزيكا، اللي غاوي غنى، اللي غاوي كتابة قصة، اللي غاوي شعر، اللي غاوي زجر، اللي غاوي يستقطبوا هذا البرنامج ويقدمه. هذا البرنامج توقف عن الإذاعة، الآن يقدم في إذاعات زي الـ NBC برامج اللي هو الكيدز والعرب ده اصلا هذه البرامج اصلها برنامج الهواه اللي كانت بتقدمه الاذاعه منذ اكثر من نصف قرن. انا طولت عليكم. الاذاعه المصريه لم تكن فيها برامج رياضيه. يعني ايه؟ ما كانش في برنامج هذا هو البرنامج مثلا الرياضه في اسبوع، في مقدمه موسيقيه، في لقاءات مثلا مع بطل رياضي، زياره لنادي من الانديه، لقاء مع مسؤول في اللجنه الاولمبيه وفي اتحاد الرياضي، ما كانش ده موجود. كانت الاذاعه تقدم الوصف التفصيلي لمباريات كره القدم مره او اثنين او ثلاثه في السنه، خاصه نهائي كأس الملك فاروق، لأن الملك كان بيحضر يسلم الكأس للفريق الفائز، فكان لزاما على الإذاعة المصرية إنها تذيع المباراة. كان رائد التعليق في تلك الأيام المهندس محمود بدر الدين، معرفش تسمعوا اسمه ولا صوته. محمود بدر الدين ده كان جول كيبر، حارس مرمى نادي السكة الحديد في عصره الذهبي، وكان مهندسا في السكة الحديد أيضا، وكان هو الذي أسس واحد من المؤسسين
مسابقة الدوري العام، لأنه كان يعمل أمين صندوق أو سكرتيرا عاما للاتحاد المصري لكرة القدم. الإذاعة المصرية ما كانتش تقدم إلا في السنة إلا ماتشين أو ثلاثة أو حاجة بشكل. ابتدينا نفتح تقديم الحراك الرياضي عندما نظمت الإسكندرية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1951. كان لزاما على الإذاعة المصرية أن تجند كفاءات كثيرة لكي تقدم صور صوتية عن الدورة، الدورة اللي استمرت تيجي 15 يوم ومصر خدت ميداليات كثيرة فيها. فبعد كده حبينا بقى يعني نزيد النشاط الرياضي. ابتدى الدوري العام كان ابتدى يعني يقب كده ويبقى يعني له مكان النفوس. فابتدينا نذيع عديد من مباريات كرة القدم. الأهلي مثلا بيلعب مع الزمالك نذيع الماتش، الزمالك بيلعب مع الاتحاد في اسكندرية نذيع هاف تايم، الإسماعيلي بيلعب مع سانفيشيل نذيع هاف تايم. لكن كانت من الصعوبة بمكان انك انت تلم بكل النتائج. كان في مثلا 6-7 ماتشات بيتلعب، ما كنتش تقدر تذيع الماتشات دي كلها لانه وسائل الاعلام في الوقت ده كانت صعبة جدا. يعني انا كنت علشان وانا بعمل البرنامج بتاعي عايز اعرف النتيجة في بورسعيد ولا في الاسماعيلية ولا في اسكندرية، اضرب 10 ترانك لو انا بديني الاستاذ عبد القادر في اسكندرية. بتوع الستات بتوع الترانك يعرفوني، اقول لهم يا جماعة ده البرنامج بتوع حاضر والله عارفين بس ادينا حاضر. يعني كنت بجد صعوبة في اني انا اتصل بالمراسلين بتوعي علشان اجمع النتيجة. المهم بدأنا قلنا فكرنا قلنا طيب ما احنا نعمل برنامج رياضي. عرضت الامر على المسؤولين وافقوني. بدأنا النشاط الرياضي ببرنامج مدته ربع ساعة اسمه الرياضة في اسبوع. يلتقي ببطل، يلتقي بنادي، يشوف ما مشكلة رياضية يتكلم عنها إلى آخره إلى آخره. ربنا سبحانه وتعالى أفاء علينا الفضل أن فضلت أكبر في هذا الربع ساعة. عملنا رياضة في إزاحة الشعب، عملنا رياضة في صوت العرب، عملنا رياضة في ركن السودان. جمعنا هذه البرامج وعملناها مراقبة رياضية. فضلت ارتاح ولح لما طلعت أيمن علشان نعمل ساعتين رياضة في موقع خاص. فتحناها بأربع ساعات. الآن هي شبكة الشباب والرياضة التي تبث على مدار الساعة برامجها الشبابية والرياضية. ده يعني فيما يتعلق بالشغل الرياضي. دكتور حسن ساكت ليه؟ مش عايز تسأل ولا ايه؟ ولا عايز هو بيتكلم يا دكتور تعالى الدكتور المهندس حسن البحر درويش الذكريات القديمه تعالى اتكلم بقى قول هو من غير ميكروفون لا قول بس اسمع عشان الناس تسمع. السلام عليكم. اولا بنرحب باحد رموز الاذاعه المصريه في شارع الشريفين. انا بقول عليه الكابتن فهم عمر مش المذيع فهم عمر او الاذاعه او رئيس الاذاعه، لان كان علاقات انسانيه دون ان يكون هناك تعارف ما بيننا. على راي بقول المهندس محمود بدر الدين كان له سمه خاصه في التعليق، منها الله يرحمه عبد القادر كوره كان لاعب في النادي الرومي، كان يقول لك الكوره مع الكوره، الكوره مع الكوره، يعني الكوره في ايده كوره. فمن ضمن الحاجات دي من المزايا اللي الاستاذ فهم زرعها في الاذاعه المصريه، ومع الاسف الشديد لم يتم استكمالها كما هو كان يرغب ان هي يوصل لها. وبعدين انتماء الاستاذ فهم عمر انتماء للتربه المصريه، ما هواش الانتماء للانا، الانا مش موجوده عنده. التربه المصريه وكل الحاجات اللي هو عملها دون ان يكون الانا فيها، انما المصلحه العامه والنشاطات اللي موجوده والبرامج المتنوعه اللي هي موجوده
لا زالت الى الان تصنع بس مش بنفس الكيفيه اللي هو كان بيامل ان تستمر عليها. بنرحب مره ثانيه بالاستاذ فهيم عمر ونامل في الاستماع لايه بعض الذكريات بتاعته، لان الذكريات دي غير مكتوبه. دي ذكريات ذاتيه للاستاذ فهيم عمر. شكرا. مش تحيه من السيد درويش بقى. ليه هديه للاستاذ فهيم عمر لانتمائه. موجود يقول ايه؟ أنا المصري كريم العنصري بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأنا الملاجئ ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا في اوائل الستينات كده
يبقى ياخد شكل شبكة إذاعية مش داخلة ضمن، يعني نص ساعة دي كانت مقتطعة من البرنامج العام عشان يتقال صوت العالم، لا أصبح مستقل بذاته. وطبعا بدأت في تلك الأيام أولا الزميل أحمد سعيد ربنا يديله الصحة والعافية دخل معنا الإذاعة في نفس السنة، في نفس السنة اللي احنا دخلنا فيها الإذاعة دخل هو فيها الإذاعة، كان بيعمل في حاجة اسمها الصلاة الدولية أو هذا هو يعني. وبعدين بقى لما جه صالح جودة واحتاج إلى أصوات دخل أحمد سعيد وبعض الزملاء الآخرين وبدأ صوت العرب. أحمد سعيد بأدائه وبصوته الجهوري يعني إدى زي ما تقول إيه توب جديد لصوت العرب، إداله نكهة جديدة، فالتف الناس حول صوت العرب. وطبعا كان يعني البوق او الاداه الاعلاميه التي يعني كان لها دورها الكبير قوي في تحرير بلد زي الجزائر مثلا، تحرير المغرب، ليبيا، الامارات، الخليج، كل بلدان الخليج التي كانت لدرجه انه كان المواطن في الخليج لما يحب يشتري الراديو يقول له اديني صندوق صوت العرب، صندوق احمد سعيد. يقول له ده، يقول له ده انا عايز صندوق احمد سعيد. وبعدين احمد سعيد بينه وبينك انا قلتها بقولها اكثر من مره، ظلم، اتهمته الناس الجماهير ان هو اللي كان بيقول هو اللي ظلمها كلام غير منطقي وكلام حققش في حرب 67، نحن أعلى من الطيارة وأعلى 50 طيارة، لا، لا، الرجل مظلوم. أنا مذيع علموني، نشر الأخبار دي قرآن المذيع، لا تحط كلمة زيادة عليها ولا شيء منها كده. زي ما قلت لك من إدارة مراقبة الأخبار وماضي عليها مراقب عام الأخبار، اقراها. لا تحاول إنك أنت حتى يعني إلا إذا كانت فيها مثلا يعني غلطة نحوية، لا صباح، إنما أوعى تشيل كلمة وتحط كلمة. طيب أنا كمذيع في الأستوديو لما تنزل لي نشرة الأخبار من مكتب الوزير، وزير الإعلام في الدور التاسع، وأعلم الطيارة، أقول إيه؟ أنا إحنا بنقدر؟ لا بالعكس، ده بيديني حماس أكثر إني أنا ألقي الخبر بحيث إني أنا أبعث الحمية والشجاعة والقوة في نفوس وقلوب المصريين. أحمد سعيد وزملائه لما كانوا يقروا النشرة كانوا يقروها بهذا الشكل. أحمد سعيد ما كتبش على الناس، لا، هو أحمد سعيد قرأ ما كان يرسل إليه من أخبار من مكتب الوزير. صحيح في حوارات أو في تعليقه على الأنباء كان بيبني التعليق على ما هو موجود في الخبر، فكان طبعا يدخل على التعليق بعض من من كلماته ومن جمل وإلى آخره وإحساسه ويديها النكهة الإذاعية المطلوبة. وأنا بتمنى لي إن ربنا يعني يديله الصحة والعافية ويطيل في عمره، لأنه هو آخر مرة اتصل بي كان من حوالي أسبوع أو 10 أيام، كنت أنا قلت نفس هذا المعنى في حديث نشرته لي جريدة المصري اليوم. فهو الرجل يعني أشكرك يا فندم، أنت يعني اللي دفعت ودافعت عن موقف لا زالت الناس وتعتقد ان احنا كنا السبب فيه، وان احنا كتبنا على الناس وان اخبار غير حقيقيه. فانا طبعا مصريين كنا في الامر من حبيبي نقول ما هو يعني يرسل لنا منه. شكرا. تفضل. طب ثانيه واحده حضرتك، استاذ سامر انا حابب اغلط برضه بالمثال بيه حاجه. احنا بالمناسبه باسم بقى جميع الحاضرين بعد ما بعد اذن الرئيس، احنا عايزينك ايه واسطه هنا تجيب لنا احمد سعيد شاهد يجي يكلم اعضاء نادي سبورتنج ويحدثهم عن هذا الموقف، والشهاده دي يعني كفيله انها
يا ريت والله يا ريس. ده بناء على طلب الجماهير. معلش الصحفي بقى يعني لو احمد سعيد هيبقى مجال يا ريس 67 بس ده حاجات صحيح. لما انا بقول هو في حاله صحيه لا تسمح بحاول اكيد هو معايا في يعني حاول ساعات قول له برضه اسكندريه لها هو مين اللي كان عايز اتفضل يعني من الجيل اللي سعد بالنسبه لحضرتك في التعليق في الرياضه حضرتك احنا من الجيل اللي سعدنا وبعد حضرتك هنسمع الاستاذ ناجي زين وبعدين الاستاذ عبد القادر ابراهيم. احنا من الجيل اللي سعدنا ان احنا نسمع تعليقات حضرتك في الرياضه وحقيقه كانت ايام جميله جدا وانا فاكر حتى كنا بنشوف الماتشات كنا بنستنى تعليق حضرتك على الماتشات اللي ما شفناهاش واللي شفناها نتخيل التعليق الجميل والحاجات الجميله. انا سؤالي حضرتك عن التعليق الرياضي اللي موجود النهارده. الاعلام الرياضي مش بس بيتسبب في عصبيه من الشبان يعني حضرتك قلت الجزائر الاعلام الرياضي كان له دخل كبير جدا في الوقيع بين مصر والجزائر وكانت حاجه بشعه جدا وانا واحد من الناس اللي يعرف كويس قوي الجزائر ساعدتنا قد ايه مش احنا بس اللي ساعدنا ورغم كده شعوبنا كانت بتكره من شعوب بعضها بسبب الاعلام الرياضي فعايزين تعليق حضرتك على الموضوع ده. بس بداية ما دمنا يعني دخلنا بقى على الشأن الرياضي أحب أقول إني أنا عشقت الرياضة من هذه المدينة. وأنا طالب في كلية الحقوق يعني أيامتها كلية الحقوق في فيكتوريا. اللي كان في هذه المدينة. كانت الزراعة والحقوق في مبنى. يوم الحد من كل أسبوع بعد المحاضرات بتخلص أنا ماشي عشان أركب الترماي من محطة الشرق. الاقي قبول كبير قدام نادي الاتحاد، كان لسه الدوري ما بداش 46 47 الدوري بدا 48 ايه يا جماعه في ايه؟ يقولوا ده في ماتش النهارده ما بين الاتحاد والاولمبي والاتحاد الترمايه والاتحاد انديه اسكندريه بتلعب مع بعض. التذكره خمسه سنين لغايه الخمسه سنين بتشكل يعني بتشكل ميزانيه ضخمه بالنسبه لطالب زي المهم دخلت مرة واثنين حبيت نادي الاتحاد وعشقته ولا زلت اعشق نادي صحيح انا زملكاوي لكن وما الحب الا للحبيب الاول ومن خلال نادي الاتحاد يعني شفت الديبا وهو بيلعب شفت كمال السردار شفت سعد راشد لغايه دلوقتي انا احفظ اسمائه حسن ادم واحد اسمه كان حسن علي والكسندر حسن علي يعني الناس كتير يعني دول انا المهم انا لدرجه اني انا في يوم من الايام سنه 48 قريت اعلان انه الماتش النهائي ما بين الاتحاد الماتش النهائي في كاس الملك فاروق سنه 48 الماتش النهائي ما بين نادي فاروق اللي هو الزمالك نادي الاتحاد وانه المشجع اللي يدفع 50 سنة هيركب القطر رايح جاي ويخش الماتش لا اكتبكم من 50 سنة كانت يعني بالنسبة لي انا لا يعني كانت حاجة تهد الميزانية لكن قلت مع ذلك لا اعيش على الطين ولا بد من اسهب مع جماهير الاتحاد وفعلا دفعت ال50 ايش؟ ذكرت مشهور كندا من 48 ركبنا قطر ونزلنا في محطة مصر ركبنا الترماي ورحنا اتحاد القوات المسلحة في العباسية حيث أقيم الماتش. أذكر المباراة دي راسخة في ايديك. الجول الأول للزمالك أحرزه عبد الكريم صعب نجم نجوم كرة القدم في تلك الأيام. بعد 10 دقائق كمال الصباغ جاب الجول الاولاني. قبل الماتش ما ينتهي بحوالي 10 دقائق كده لحد لاعب جديد اسمه ديبه شاط شوطه جاب بيها الجول الثاني.
وفاز الاتحاد السكندري بالكأس. وفاز الاتحاد السكندري بالكأس وعدنا نهلل من أول اتحاد القوات المسلحة في العباسية، واحنا ماشيين بقى فرحانين لغاية ما ركبنا في القطر برضه وقتلنا. المهم دي ذكريات برضو عن دي اللي حببتني حقيقة في الرياضة واللي خلتنا يعني نعشق هذا اللون من الحياة ونقدم هذا الدور. والسؤال كان ايه من الأبي أمس؟ احنا اتعلمنا عمنا انه المذيع او مقدم البرنامج او الاعلامي بصفه عامه لابد ان يتحلى بميزه الحياه، لا تلبس ثوبا قد يعني تظهر منه ان ليك ميول لشخص دون الاخر، لا خليك حياه. ودي المهنيه اللي تعلمناها. كلنا بعض الناس دلوقتي كانت الناس زمان ما اعرفش الناس كانت حلوه ليه زمان، كان اقصى ما يمكن ان يقال في الملعب احتجاجا على لعبه من اللعبات شيلوا الرف، كل اللي نقدر عنه شيلوا الرف. طبعا الرف مش هيتشال ابدا، انما هو كان تعبير برضه دلوقتي بسبب مغالاه الاعلام. وانا احمل الاعلام المسؤوليه الاولى في وجود الالتراس وفي النكبات اللي بتحصل وفي الشماريخ والصواريخ والالفاظ البذيئه. السبب فيه هو الاعلام الرياضي، لان هناك من عملوا في هذا الاعلام ويعملون يبثون روح العداء بين جماهير الانديه، وبالتالي تاثرت عاده سميمه وهي الشدائد والرزايل اللي احنا بنشوفها. وبعدين في كوره من غير ظهور، حد شاف في حياته كوره بتتلعب بقى لها 5 سنين النهارده من غير جمهور؟ السبب في ذلك انا بعرضه ويرجعه اولا واخيرا الى العداوات التي بثها الاعلام. يعني انا هقول لك حاجه، احنا زمان كنا بنعمل حاجه اسمها التعليق على مباراه الدوري العام مدته 5 دقائق. سبحان الله هذا البرنامج 5 دقائق عملوها، طلعوا حاجه اسمها استوديوهات التحليل. استوديو التحليل ده يقعد ساعتين قبل الماتش وثلاث ساعات بعد الماتش كله بيكلموا بعضهم. انا في اعتقادي اني انا كمشاهد وكحتى متابع للكوره بعد ما بعرف النتيجه خلاص هقعد انا 5 ساعات اشوف والله اللعبه دي اتلعبت ازاي وكان لازم يلعبها ازاي ولو كان حط الكره في الحته الفنيه كان جاب ولو كان ولو. من ضمن اللي بيحللوا كان فيه محلل هو دمه خفيف وبيحلل كويس الحكم، بيقول حاجه يقول فضل يقول على نادي خسر في احدى المباريات لو كان المدرب عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ما كانش خسر الماتش. فتحوا التليفونات للناس تتكلم، المدرب ده اتصل قال له يا كابتن الكلام اللي كنت بتقوله عليه ده ما طبقتهوش ليه انت وانت بتدرب والفريق بتاعك نزل درجه ثانيه. بلاء تعيشه الكره المصريه وداء رزين مش عارفين نخلص منه ازاي. نخلص منه ازاي؟ لابد ان يلتزم الاعلام بكل محايد ويقول للناس عيب اللي انتم بتعملوه، ما يصحش اللي بتعملوه، لا ما يكونش كده، لا الروح الرياضيه تبقى كذا، لا انا شفت نفسي مش العداء، العداء يعني اكبر جماهيريه في الاتحاد الزمالك والاهلي. انا شفت لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك عقب المباريات بيصاروا مع بعض. الناس بتقول ازاي؟ اقول لك ازاي؟ واسمحوا لي ان انا اقول يعني كان زمان الانديه فيها اموال انتهت. كان فيها كابتن مش كده؟ وكان في صالة الزمالك القديم بقى اللي كان على النيل مش الجديد. كان يعني يحب الماتش كان يخلص من نفسه تلاقي مكاوي وتلاقي حلم ابو المعاطي
ايش التعليق؟ يعني كانت موجودة الحاجات دي، كانت العمق ده موجود وموصول. هو يعني أنا عاوز أضيف حاجة، هو الحقيقة مش الإعلام الرياضي فقط، هو الإعلام بصفة العموم. يعني زي ما احنا بنعيش دلوقتي بقالنا من أيام 25 يناير، إن الإعلام له دور يعني سلبي في بث روح في البلد الحقيقة سيئة جدا. فيعني هذا كلام جميل يقوله السيد الرئيس. الإعلام أيضا يا ريت جات على الكرة وبس، لا الكرة لا، الإعلام له سلبيات عديدة في حياتنا العامة. طبعا ده في شاشات ليس لها من هدف إلا أن تنقص علينا حياتنا، لوح إزاز وقع على تلميذ في فصل أعمل منه مندبة وسهرة وأفضل أقول روح على أولاد وزارة التربية. الله يا سيدي، فهمت؟ حصل لها تحرش في الشارع بقت مصيبة، بقت قضية. يا سيدي السلبيات دي بتحصل في كل زمان، هناك إيجابيات عديدة، في طرق بتتبني، في مساكن بتتعمل، في نور ما بيطلعش، مش كفاية دي. يا سيدي اتكلم، قول عن إيجابيات، وري الناس إنه في حياة جديدة، وري الناس إنه في عمل، وري. لا هو همه الأول والأخير إنه يشوف ايه الموضوع اللي يقدر يخلي الناس تبقى عامله كده دي، سواء في سلب او سواء يعني لا يتفق مع واقع الحال، لكن هذا هو ما قاله السيد الرئيس. الاعلام حاليا له دور. بعض الشاشات، ولا ابرئ بعض الشاشات وبعض مقدمي البرامج، ما اعرفش ايه خلط، لماذا هذا الذي يقولونه، لماذا هذا الذي يقدمونه؟ هل هو رأس المال اللي ورا العملية دي؟ هل هم نفسهم متغاصين؟ ما تعرفش، لكن أنا بقول إنه يجب أن يكون هناك دور ودور فعال، بحيث إنه قانون الإعلام الجديد لابد أن ينصر، لابد أن في مؤسسة تدار دون لوائح ونظم، في حياة تجري إلا إذا كان يحكمها قانون ولوائح. طيب، إزاي أسيب الحبل يضرب في النابل في مجال الإعلام؟ والقانون بتاع الاعلام لابد من قانون الاعلام يطلع عشان كل واحد يعرف حدوده، كل واحد ما يتطاولش عن الاخرين. انا مره سمعت مذيع علمونا انك انت لما يكون عندك الضيف ده الزبون، وفي قاعده بتقول الزبون على حق ولا اخطا، مش كده برضه؟ انا كتاجر ما كنتش اتعامل مع الزبون، بروح مش هيجيني تاني. الناس دي ما بتتعاملش مع واقع بأسلوب الزبون على حال، يجب أن يكون في حل وحل جذري من أجل أن يعود الإعلام إلى رشده، وأن يقف كل إنسان في مكانه ويعرف حدوده، ويعرف أن الإعلام ده له في مهنية معينة، في واجبات معينة، في أساليب معينة يجب أن تتبع، عشان نقول أن الإعلام ده مستنير، وهو الطريق وهو القاطرة التي تقود مصر ومؤسستها إلى النمو والتنمية. لا 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 بس ما اتنشرش من التليات. هو مدرب الكرة الطائرة. لا هذا سابقا بقى، مدير الأهرام طبعا. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. بداية بشكر باشمهندس عبد الحميد بدوي رئيس النادي واللجنة، يعني أعطتنا فرصة إن احنا نتعلم تاني من أستاذنا فهمي عمر اللي قال الأستاذ محمد شاكر أستاذي في الصحافة، إن هو أسطورة الإعلام. يعني أنا تشرفت طبعاً بسماع الأستاذ فهمي من وأنا لسه بلعب كرة طائرة في نادي الاتحاد. أنا ابن النادي من 40 سنة بس كنت بلعب في نادي الاتحاد، لكن ودني كانت رايحة الأستاذ فهمي، كنت بتغاظ منه جداً زي أي حد كان بيتابع الرياضة، يفضل معلقني البرنامج 5 دقايق، يفضل لحد آخر ثانية مش عايز يقول مين اللي جاب الجول ومين اللي فاز. يا عم انت يا عم، وكلنا جبنا كلنا
فهو علمنا اللي انا بكتبه دلوقتي في الاهرام النقط الصغيره السطور دي الصغيره. الحقيقه هو سيدنا جيل المستكاوي الله يرحمه جيل ومدرسه لن تعوض في الاحترام في الالتزام في الانضباط في المهنيه في الاخلاق في كل حاجه. فهو علمنا من خلال الخمس دقائق بتاعته في التعليق على الروايات الدوري ان احنا ازاي نخلي المستمع او دلوقتي المشاهد او القارئ يفضل يقرا المقاله للاخر او يستمع للبرنامج في الاخر او للمذيع في الاخر. هو علمني طبعا الحاجات دي الحقيقه وانا فخور فيه جدا. ومش هنسى انه وانا في قناه الجزيره استاذ فهمي لما جه كان يعني فخر المصري الحقيقه. يعني لما جه عمل حاجه في الجزيره اللي كانت طالعه مكسره الدنيا عمل برنامج للمعلقين مسابقه وعلمهم ازاي يختاروا المعلق. الجزيره ما كانوش يعرفوا كانوا بيجيبوا محترفين زي حالاتي زي اي حد زي عصام الشوالي من كل بلد بيجيبوا احسن ناس. فانا خدوني في الكره الطايره وقعدت 7 سنين الحمد لله. وكنت فخور ان الاستاذ فهمي عمر شاف المصريين ازاي هناك ما زالوا محترمين على فكره رغم ما بيقال عنهم ان هم قاعدين عشان يعملوا فلوس هم باعوا مصر والكلام ده مش مظبوط خالص. مش بدافع لكن الكلام ده مش مظبوط. هم مشرفين مصر في الجزيره ومحدش يقدر يجي جنب المصريين خالص جوه القناه ولا حد يلزمك انك تتكلم على اي حاجه انت مش عايزها. الحقيقه انا بتكلم على الجزيره الرياضيه عشان ما نخلطش ما بينهم. فالاستاذ فهمي لما راح اضاف برضه كمصري عنده علم وربنا عطيه موهبه وخبره عمل برنامج للمعلقين ازاي يتعلموا التعليق في قناه الجزيره لان هي لها اسلوب خاص جدا. فالحقيقه مهما اتكلمت عن الاستاذ فهمي عمر مش هديله حقه. انا بس انا اللي عايز اساله عايز اتعلم منه وانا لسه يعني قربت اطلع معاش قريب. عايز اقول له انا دلوقتي بعاني من الاعلام. انا الحمد لله بطلت اعلام لا بطلع يعني بعد 12 سنه مذيع في مصر وفي الجزيره الرياضيه ما بطلعش لا بعلق ولا بذيع. وكان ليا برنامج في دريم الحمد لله كان ناجح جدا ما بطلعش في الاعلام لان انا مقتنع باللي هو قاله ان الاعلام محتاج اعاده صياغه من جديد. محتاج حتى ازاي انقي المذيع وازاي اعلمه اديله دوره زي ما انا اتعلمت. انا اللي اقدر اعمله نفسي انا بعدت عن الاعلام لا بطلع حتى ضيف ولا بقيت مذيع. انا ما زلت بتعلم من اساتذتي وفخور بيهم جدا استاذ محمد شاكر استاذ فهمي عمر استاذ حسام فرحات كل من علمني حاجه. بفخر ان انا لما استاذ الدكتور حسن البحر درويش يجي الاهرام كلنا بنبقى طايرين بيه. احنا مش لاقيين القدوه ودي مشكله الشباب وده اللي بيزعلني في ندوه زي دي ما فيهاش شباب. استاذ فهمي عمر برضه راح من 3 ايام نادي اعضاء التدريس اتكلم على الثوره والاعلام والاذاعه ما فيش شباب. طب احنا التواصل هيجي ازاي الشباب يعرف ان مصر فيها قيادات هي اللي عملت التاريخ وهي اللي صنعت المعجزات. دي المشكله بتاعتنا لازم تواصل. استاذ فهمي انا عندي مشكله في الاهرام دلوقتي. استاذ فهمي لما باجي اكتب منوعات رياضيه بكتب المانشيت كلمتين او ثلاثه ما يزيدوش عن 4 ممكن اخلي اخر فقره فيها العنوان بتاع المانشيت زي ما انت كنت بتعمل بقلدك بس بطريقتي. انت كنت بتقول لنا التعليق على الدوري وتقول لنا الاهداف في الاخر خلاص واحنا زهقنا بقى قول. طبعا هو كان زملكاوي واحنا كل واحد له ميوله فما يقولكش خلاص هو بيخلص. يعني تنصحني بايه؟ يعني انا دلوقتي بفاجئ اقول لك لا ما تكتبش العنوان غير في اول فقره ما تزهقش الناس وانا عايز الناس تقرا فقرات. تنصحني بيه؟ يبقى انا مستني اتعلم تاني. شكرا لكم وشكرا لحضوركم واتمنى ان انتم تبقوا حلقه وصل للشباب عشان يعرف ان مصر فيها اساطير كتير جدا مش اسطوره واحده. شكرا لكم وشكرا لتشريف الاستاذ فهمي استاذ محمد شاكر وطبعا اخويا وصديقي الاستاذ عبد الحميد بدوي وكل الزملاء اللي مشرفين استاذ محمد الكيلاني دكتور سمير دكتور عمرو اسماعيل بيه كل الناس اللي مشرفينا والدكتور حسن اسعدتني بصوتك ربنا يحفظك احلى من ايمان البحر. يا عم فاضل كل عبد القادر ابراهيم بس خليك على المتفيه ولا يهمك حد. انت لك اسلوبك ولك حسيتك كل اللي انت يعني خليك زي ما انت
لا ولا ولا أزيد على ذلك. بس أنا عايز أختم بقى عشان قاعدة طولت، أختم لكم بحاجة ذكريات بسيطة كده عن عبد الحليم حافظ، لأن يعني ناس كتير ولا إيه ولا بلاش. هو عبد الحليم ده ظاهرة في عالم الغناء وفي عالم الطرب حقيقة. كان ليه حضوره في أي مكان، في رفض وحيدة وتحمل، لكن ليه شخصيته الكاسعة لما يقعد في عدة كل الأنظار تتطلع لعبد الحليم. وبالمناسبة في ذكرى عبد الحليم حافظ تبص تلاقي كل واحد ابتدى يحكي حاجات على عبد الحليم، وانه كان صاحب، وانه راح معاه باريس، وانه شاف الدكاترة وهم بيعالجوه، وانه مش عارف ايه. انا بسميه مولد سيدي عبد الحليم في الذكرى بتاعتي، من ضمن في احدى المواسم بتاعت المولد سمعت واحد بيقول ايه، عبد الحليم كان ما يقدرش ياكل طبع الكشري الا اللي تعمله له مراتي. كان كل ليلة، كان كل شهر لي ليلة يجي ياكل طبع الكشري اللي بتعمله مراتي. قابلته بعد منها بكلمة، قلت له تعال يا راجل، أنا وأنت نعرف تمام المعرفة، نعرف تمام المعرفة إن عبد الحليم ما كانش يقدر ياكل غلاية، أنت تأكله طبعا كشري، مش حرام عليك، ده كان يموت. قال لي إيه، مش مصدقني؟ قلت له طب اسأله في المساكين شوف يقول لك إيه. وبالتالي كل اللي بيتكتب عن عبد الحليم اللي مش مصدق يروح يسأله في المساكين. طب حصل عبد الحليم ولا ما حصلش؟ زي كان الكلام اللي أحكوله، عجبكم؟ عجبكم، ما عجبكمش؟ روح اسأله عبد الحليم. عبد الحليم احنا لما عرفناه عازف قوة في فرقة أوركسترا الإذاعة. كانت الإذاعة لما تفتح الساعة 2 الفترة اللي قلتها لكم دي فترة ما بعد الظهر، من 2 ل 2:15 تأدوا فاصل موسيقي لمدة ربع ساعة تعزفه فرقة أوركسترا موسيقى الإذاعة. يقودها الشجاعي، يقودها محمود عبد الرحمن، يقودها مصطفى عبد الرحمن، يعني قادر كانوا بيهم. كان من بين العازفين في الأوركسترا كان فيها حوالي 40 عازف، شاب صغير قوي قوي ضئيل يعزف على القوة اسمه عبد الحليم شبانة. نكتب لأن احنا كان موزعين نكتب أسماء العازفين عشان بيقبضوا، عشان عملية القبض بتتم لازم بتقرير المذيع إنه اللي عزف فلان الفلاني على القوة، اللي على الترومبيتا فلان، اللي على الجاز فلان، وهكذا. احنا كنا بينه وبين الكتاب ايه؟ زي ما تقول بنحس كمذيعين بنوع من خاصة انه كان لي اخ بيغني في اذاعة اسمه اسماعيل شباب. فكنا يعني زي ما تقول كده يعني نقربوا لينا شوية ونتكلم معاه. واحنا قاعدين في المذيع بعد ما يخلص هو يجي يقعد تعالى يقول والله انا اسمي بغني وانا صوتي كويس. طب ما سمعني يفضل يدندن لنا. قلنا لعمنا حافظ عبد الرب ده في واحد في الموسيقى في الفرقه صوته كويس ما تسمعه. سمعه حافظ عبد الرب وسمع عبد الحليم حافظ. يعني كيف اخذ عبد الحليم حافظ اسمه لما حافظ عبد الرب نجحه وعمل مطرب وبدا عبد الحليم بقى ايه؟ كان مين رفيق ضرب في الوقت ده؟ اثنين. واحد اسمه سمير محبوب يكتب الاغاني صفيني مره وصالم كمان رايح تشكي وكبر سائل بن شرطين، واحد ملحن اسمه محمد. ثلاثة دول كان ده. المهم نجي عبد الحليم وبقى نجم النجوم الإذاعة. طبعا يعني زرنا كان مثلا يسكن هو كل الأسر كان يسكن في شقة في حارة متفرعة من شارع المنيا. ايه مش مصدقين؟ روح اسأله. طبعا كنا نروح شوف نقعد معاه، خاصة انه كان يعني المرض ابتلي به وهو في منشأ حياته. عبد الحليم
ما مرضش بتاع وهو مثلا بعد ما بقى لا ده هو المرض يعني ولازمه وهو حتى في بدايات حياته يعني انا اذكر ان انا عملت له لقطه صفحه الفن في مجله الهواء اللي كلمتكم عنها من سنه 55 وكان لا يزال يسكن مع كل الاسره كان بسبعه ثمانيه والله 10 ساكنين في الشقه الواحده في الملك كان ليا صديق زميل ليا في كليه الحقوق هنا كان اسمه مجد العبروسي رحمه الله عليه يوم من الايام انا داخل مصر حديقه الازبكيه في مارس 54 ما انساهاش بقيت مجد العبروسي ده واقف على سلم مسرح الازبكيه انا ما كانش كنت اعرفه لكن ما كانش في صله بيني وبينه كان مجد العبروسي ده يقعد في المحاضره احنا طلبه في كليه الحقوق اول ما على وشك ان المحاضره تنتهي الاستاذ يحب ياكل خمس دقائق من الفسحه هو كان في اخر الطابور اخر الدرجه فكان يقول مش كفايه زي الاغنيه بتاعت ام كلثوم الاستاذ يبص يطلع كده وياخد محاضرته عرفنا مجد العبروسي من الحركه اللي كان بيعملها دي او من الاغنيه اللي لكن انا اعرف ان اسمه ده مجد العبروسي لكن ما فيش صله بيني وبينه. تخرجنا مع بعض 49 بعد خمس سنين فوجئت بيه واقف على سلم مسرح الازبكيه. بصينا لبعض. الله انت امام ابطال قال لي انا اصل صديق محمد عبد الصالح. ومجدي ده كان غاوي طرب وغاوي كان ساكن في شقه عند سيد ابو العباس بيته بالكهف انا زرته مره في الشقه دي بعد كده لما توثقت الصله لقيت في اوضه في الشقه دي مليانه اسطوانات من ايام عبد الحمودي ومن ايام وايه وفوتوغرافات من القديمه زار الاسره كلها كانت غاويه الحكايه دي فكان مجدي غاوي بدليل انه كان مش كيف الحاجات بتاعت ام كلثوم. انا اخذته قلت له ايه؟ قال لي انا اصل صديق محمد عبد الصالح وانا هو بيتخلي المسرح عشان يعني انا باجي من اسكندريه خصوصا قلت له لا بس تعالى معايا. خدته من ايده وقعدته جنبه مني فلوشي الاذاعه اللي بيتذاعوا وبدات عادة عند مجد كل حفل ام كلثوم يجي حتى لو ما اكونش انا المذيع اخش بيها مع زميل المذيع الثاني عشان يتفرج على ايه؟ ام كلثوم. يقعد معانا بعد كده الجوع ثاني يوم بنصر مثلا قصار عرفته من خلال هذه الزياره بعبد الحليم حافظ ومجموعه يعني مره كنت ساكن في شبرا واحتفلنا بعيد ميلادي وجاني عبد الحليم والزوجه وكان بالصدفة كان يوم جمعة ومجد العبروسي كان يوم الخميس في كرسوك من هنا بدأت صلة مجد العبروسي بعبد الحليم عرف مين؟ عبد الحليم حافظ في القعدة دي تعرف مين؟ بعد منها جاء عبد الحليم يغني هنا في مين اللي قابله على المحطة وقعدوا عنده واستضافه مجد العبروس استضاف مين؟ واحد يقول لي يا راجل ده عبد الحليم لا 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 يا سيدي هو كده وكان مش عارف ربنا يسعدك وبدأت الصلة قوية بين مجد العبروس وبين عبد الحليم حافظ لدرجة انه أسس عبد الحليم حافظ شركة صوت الفن هو وعبد الوهاب من المستشار القانوني وشريك فيها مجد العبروسي بعد كده بقى هو الكل في الكل في الشركة أنا بحكي الحكاية دي علشان أقول إنه عبد الحليم كان في الأول يعني ما عرفت بيه أنا وجلال معوض وإحنا زملكاوية خدناه نادي زمالك وعرف على الحمود وعرف اكل حسين وعمل الفرح بتاع ياكل وعمل الفرح بتاع علاء هو المو بتاع ما فيش فرقه
المودي على الروض وعبد الحميد غني. انا كنت اخد عبد الحميد محافظ اتفرج على ماتشات الكوره. انا والكابتن لطيف قاعدين على كرسيين على خط المرمى في الملعب. كانش كباين كان عبد الحليم عم صلاح لما ما لقوش مكان في المدرج اقول له اقعد جنبي اقعد جنبي وساعه ساعه يقعد على النجيله واحد يقول لي يا رب. المهم اشتهر عبد الحليم حافظ بقى ليك بالنجوم في يوم من الايام مرات تكون فاكر ان انا زملكاوي ده انا اهلا سيدي بالسلام. يوم يعني كانت نشرت الاهرام الاستاذ عبد القادر كان نشر لي حاجه كنت عملتها معاه هو سنه 73 كان الفاينل بتاع الكاس بين الاهلي والاتحاد. قابلته كده في طرقه في الاذاعه كان طالع من الاستوديو ولا داخل الاستوديو قال لي الاهلي هيكسب الكاس. قلت له مش انا مش عارفها. طب لو الاتحاد كسب يعني قال لي لو الاتحاد كسب وكانت فيها قوه صح اروح اهني في اسكندريه. ولو ما كنتش كده انا مستعد استقبله عندي. هو طبعا بيقول الكلام ده واثق ان الاهلي هو اللي هيكسب لو كان عارف ان الاتحاد ما كانش الكلام ده. وقد كان الاتحاد كسب. كلمت بتوع الاتحاد بتوع الاتحاد هم في اتوبيس كبير لعيبه كلهم مدربين وهو عمل لهم حفله كويسه في بيته استقبلهم عشاء فاخر اداهم هدايا كنا سهرانين يمكن لغايه الساعه 3 الصبح غنى لهم وتصور معاهم كانت سهره جميله جدا. ذكريات من عبد الحليم الله يرحمه يا سيدي الله يرحمه يا سيدي. انا شاكر بيكم وارجو ان ما اكونش صدعتكم. هتشفع منك يا استاذ فهد هتشفع منك. لا ده كويس قوي. هتشفع منك. تمام والله يعني بشكرك على تسليمك لنا في نادي النهارده طبعا محمد شاكر لشريكه لنا النهارده وان شاء الله هيبقى لنا لقاء قريب باذن الله. شكرا شكرا لحضورك.